السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذن من خلال رصد ما قاله السيد الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، إذن تكلم الوزير كذلك على امتحانات التخرج والتعيين بالنسبة لمفتشي التعليم والتخطيط أطر الإدارة التربوية وكذلك الأساتذة بالمراكز الجهوية فوقاش هذه الامتحانات وفوقاش التعيين ديال كل من المفتشين أطر الإدارة التربوية والأساتذة المتدربين. إذا هذا الشيء كامل غادي نعرفه في هذا الفيديو. إذا الفيديو دائما حصري على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أولا موعد امتحانات التخرج. إذا امتحانات التخرج بالنسبة لكل من مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي وكذلك المراكز الجهوية بالنسبة للأساتذة المتدربون وأطر الإدارة التربوية، فقاش غادي يكونوا هاد الامتحانات؟ دونك غادي يبداو ابتداء من 20 يوليوز 2020. دونك ابتداء من 20 يوليوز 2020 غادي يبداو هاد الامتحانات ديال كل من مفتشي التعليم مركز التوجيه ومركز التخطيط والأساتذة المتدربون وأطر الإدارة التربوية. إذا المصدر هو السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسته الأسبوعية بمجلس النواب. ثانيا موعد التعيينات. بالنسبة للتعيينات كما قال الوزير إنها ستكون خلال شهر غشت 2020. موعد الالتحاق بمقرات العمل قال الوزير وحدده يوم 2 شتنبر 2020. إذن دائما المصدر هو السيد الوزير سعيد أمزاز. إذن هذا الشيء اللي كاين في الفيديو، تواريخ مهمة ذكرناها حول امتحانات وتاريخ التعيين بالنسبة لكل من مفتشي التعليم والتخطيط التربوي، كذلك بالنسبة للأساتذة المتدربون أطر الأكاديميات وكذلك أطر الإدارة التربوية. إذن كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.